I'm coming back. Phenomena. هذا كلامي للرئيس مسجل الحكومة نحكي معك بلغة صعيبة ما بارا ما مفهومة خاطر سفاقس ما زدت نشوف فيها مظلومة عند سنين وهي تعاني ولليوم محرومة يزي من الكلام الفارغ جيس تعطيني الحل يظهر لي كلامي ما كانش واضح في التيتر اللي قبل يزي من الوعود واعطيني التطبيق حتى كيف اتطبق ما تستناش مني تصفيق هذا كلامي لي خاطر هوني برشا سوفرونس ايجا شوف بعينيك نستنى في الريبونس وين التنمية قولي وين المشاريع عرف اذا صفاقس وقفت تونس فيها تضيع تبعني اسمعني نفهمك الحكاية نحب نفكرك اللي صفاقس ثاني اكبر ولاية نزيد نفكرك باللي هي عاصمة الاقتصاد تعبت عليكم سنين باش هي تهز البلاد مان كفاتوها برشا ظلم برشا تهميش دونك لازمني نعبر نحكي مادام انا هوني نعيش نعرف حرموها وداروا بيها ولاد الحرام ويشهد على كلامي التاريخ والارقام كلامي واضح ما لازموش برشا تفسير كيف تشوف صفاقس هي الاولى في نسبة التصدير ما دوماج برشا عباد ما يحبوناش الخير في كلمة واحدة نقولهم الكبير يقعد ديما كبير هوني في صفاقس عيون لا تنام دونك العالم كامل يشهد صفاقس هي اكثر خدام اخدم ببلاد وساكت توا عنده سنين حبوا نقول الحساد خمسة في العينين جيست نفكرك بدوز وترج جانفيي كيف الصفاقسية خرجوا وطالبوا باللي باختي تونس كاملة خرجت طالبت بالتغيير بيان سور صفاقس في الثورة عندها دور كبير الصفاقسي قلبه مبي وعليكم راهو صبر دونك لازمك تعطيني واهرتي تعطيني برشا قدر خاطر صفاقس بلاد صنعة تمجيد بلاد هادي شاكر وبلاد فرحت عشاد باسم صفاقسية نطالب بالميزانية نطالب بحق صفاقس هذا حقه موش مزية كلامي موجه للحكومة لازمك تفهم القضية بلغة اوضح طالب باستقلالية مالية كلام خطير قلته وكان لازمو يتقال مادام ما تبدل شيء مادام كل يوم نفس الحالة هذا يا كلامي لك ما عادش فما سكوت خاطر هوني وين نعيش وهوني وين نموت Yeah This is the voice of Sfax Yeah Yeah This is the voice of Sfax Yeah This is the voice of Sfax Yeah Yeah This is the voice of Sfax هوني فلو هوني تشوف برشا ضباب مادام مازالت في صفاقس يوزين متاع السياب هوا ملوث بالفيلار وبالفاسفار اللي يعمل الكونسير اللي خلب برشا دمار عايشين سنين من غير اكسجين جيست كيف تتنفس الهوا تنزل دموع العين فاضل كاس هذايا ليك اخر انذار قولي وقتش مش تحول زينة نشعل فيها النار نعرف في تونس فما برشا راسيزم هذاك علاش حرمونا حتى من التوريزم ابسط مثال مشروع تبرورة قولي فلوسها وين مشات فلوسها بلوها بالغورة كثرت كان السرقة غورة بركاجات بيان سور مش من هوني بيان سور مش ولاد بلاد هاك تشوف قداش صفاقسي اليوم يعاني واحد عايش في بلاده ولا عايش كل براني فينومين اوكي هي انا صفاقسي بيرة صفاقسي ابان جد وعلى صفاقس انا نغير نو بيس ما نكتفش ايديا نستنى في المصير كيف تشوف الكلاب تنبح وانا الفوق مع صفاقس نطير كلامي قلته وعليه انا مسؤول ندافع على صفاقس مهما كان العمر يطول كلامي هذا لصفاقسية لكل وقفة رجالة الفرج ان شاء الله قريب والريح ما تزعزع لجبالة yeah. ان شاء الله يكون لي ميساج واضح Phenomena Dédicace Pour Bilal Mahdi Jalala Yeah